السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات احنا بنحتاج مفكرة بتكتب فيها الأفكار بتاعتك، بتكتب فيها تنظيم الأفكار بتاعتك، تنظيم للمواعيد وهكذا. ففي برنامج اسمه ون نوت، ده برنامج مجاني من مايكروسوفت، هو بينزل مع الأوفيس وبينزل مع الويندوز. فبتيجي هنا مثلا تقول له أنا عايز أضيف سيكشن خاص مثلا بالمشروع الفلاني، بروجكت ايه مثلا، وفي المشروع دوت تبدأ تضيف ليه صفحة حسب بقى الصفحة دي عايز تكتب فيها ايه. تمام، تقدر تسميها الاسم اللي انت عايزه، اقول لكم مثلا ميتنج الموردين وهكذا. تبدا تكتب المعلومات اللي انت عايزها، تقدر تعمل انسيرت لتيبل زي ما انت عايز بالشكل دوت. خلي بالك هو مش بيديك كل الامكانيات بتاعت الوورد، هو بيديك الحاجات الاساسيه اللي تخليك تحط المعلومات اللي انت عايز تفتكرها، مش هيدخلك في تفاصيل تنسيق وفورمات والحاجات دي كلها. هيديك الحاجات اللي ممكن ليك. تقدر تعمل اتاشمنت الفايل مثلا صوره معينه عايز ترفعها، ملف بي دي اف، تقدر تحط فيديو مثلا من اليوتيوب، تقدر تحط لينكات اوديو، التفاصيل بتاعت الميتنج. تمام، تقدر تدخل على المايكروسوفت وتقدر تاخد المعلومات اللي انت عايزها، تقدر تسجل زي ما انت عايز، تقدر ترسم لو انت حابب ترسم اي حاجه تقدر ترسمها، تقدر تلون. تمام، دي مفكره. على فكره البرنامج موجود منه على التابلت، على الموبايل، على الانترنت، فهكذا في اي مكان تقدر تدخل بالحساب بتاعك وتبدا تشتغل زي ما انت عايز. تقدر تحط الرسومات اللي انت عايزها اثناء الاجتماع، تقدر ترسم بعض الرسومات بالشكل دوت. تمام، وتبدا ترسم توصل بينهم على اساس تفتكر المعلومه دي بعد كده. تقدر تقول له انا عايز بوند جديده، عايز اعمل تكبير تصغير، تغير لون الصفحه، تعمل سطور. تمام، بحيث ان انت تكتب مثلا لو انت عايز تكتب بالقلم على الموبايل وهكذا. فزي ما انت شايف هو برنامج هيسهل لك تذكر المعلومة. لو انت ممكن تروح ديس اوديو تروح مسجل المكالمة، تمام كده هيدخل على المايك ويشغل المايك ويسجل الصوت، بحيث ان انت في اي وقت هتبقى عندك ايقونة تدوس عليها تسمع الصوت اللي انت سجلته. تقدر تحط اي ريموت انت عايزه. هو برنامج ممتاز جدا للاجتماعات، للافكار، للمفكره بتاعتك، الافكار بتاعتك وهكذا.